بيقول البعض انه محمد عبده لازم يغني فقط لكن لا يصرح صحفيا لانه يجيب العيد، هل فعلا محمد عبده يجيب العيد؟ لسه مذكرين بيها جواد، بس كنت بذاكرها جواد. اكثر واحد معجب فيه اكثر حد متحمس تشوفه من الفنانين كلهم؟ والله نفسي اشوفه من النوسه بالذات. كيف تصف مبادرة المستشار تركي آل الشيخ فيما يقدمه في موسم الرياض والتي من ضمنها جوائز جوي أوارد؟ جوي أوارد هي طبعا تجربة العالم كلها جبناها إلى السعودية وبالذات في الرياض. وطبعا أنصحهم بأنهم يقرأوا القرآن عشان تتمكن لغتهم الفصحى من التمكن في غنائهم وتساعدهم في أدائهم في الغناء الفصحى. كيف ترد على من يقول إنه الأغاني حرام؟ أقول له إنك مريض. مو سمعتوا عن ألف ليلة وليلة؟ إحنا خلصنا ألف ليلة، الليلة اللي الألف و ألف ليلة الألف الواحد. ولك جناح وصابر جناح ولك جناح ولا نطير. انا من يوم اعلنت انه بنوره هو ضيفي، تعرف اكثر كلمه جت وشي؟ ايش؟ انه بنوره بيجيب العيد. ايه يعني ابو نوره اشتهرت انت بانه التصاريح الخارج عن السياق إيه؟ تراها قديمه يعني يمكن من قبل ما اولد انا، من تصريح تتذكر ايش؟ انا فلتت زماني. انا فلتت ايوه. لا مو بس فلت الزماني. ايش قصة التصاريح دي؟ بحث عن الضوء؟ لا شوف، إذا كان ماني قدها ما أقولها. أي كلمة، كلمة الأخيرة هذه، من هي أم القرى؟ مكة. إذن هي القرية نتاج المدينة ولا المدينة نتاج القرية؟ من هي نتاج الأخرى؟ أنت برأيك من نتاج الأخرى؟ طبعا القرية نتاج المدينة، القرية نتاج المدينة، نتاج المدينة نتاج القرية. أم القرى أبونا آدم اللي نزل وبنى وسكن الكعبة، إبراهيم جاء يرفع القواعد من البيت. إنما سكنها الحرم ولا الهرم؟ أوه أصلا الحرم طبعا، لكن طيب لكن اصلا ما انت مضطر انك تقول الحرم ولا الهرم. لا لا هذا بقول لك، هذه مقارنه يعني، هذا الحين تصريح يمكن اشد من هذا. بقول لك يعني كنت بقول هذه أم الدنيا، لا المملكه هي ابوها وامها.